مشاهدينا الكرام، تحية الود والاحترام، أسعد الله أوقاتكم وصباحكم بكل الخير. أهلا ومرحبا بكم في هذه الفترة المفتوحة في ثاني أيام عيد الفطر المبارك. كل عام وأنتم بخير، كل عام والأمة الإسلامية بخير، كل عام والسودان أيضا بخير، كل عام والسودان هو دولة الحرية والسلام والعدالة والاستقرار والنماء. في هذه المناسبة السعيدة نحيي كل الذين يشاهدون ويتحلقون الآن حول الشاشات، مشاهدينا الكرام داخل السودان وخارجه، وبالتأكيد التحية أولا لتلك الدماء التي مهرت لهذه الثورة السودانية. ترحم على كل شهداء هذا الوطن الكبير الذين مهدوا لنا الطريق حتى نبني السودان الذي نحب والسودان الذي نريد. أيضا التحية لكل الذين تألمت قلوبهم وأجسادهم، أيضا المصابين عاجل الشفاء لهم والجرحى، وبالتأكيد نتمنى في هذا العيد أن يلتئم شمل كل الأسر السودانية بكافة المفقودين الذين فقدوهم في أوقات سابقات، ونتمنى أن يلتئم أيضا شملنا بالنازحين واللاجئين. أيضا هذه القضايا المهمة جدا، تحقيق السلام العادل والشامل هو واحد من أهداف هذه الفترة الانتقالية، به تكتمل كل أفراح السودانيين في كل مكان. مرحبا بكم في هذه الفترة المفتوحة التي نتمنى تكون لطيفة على كل الناس اللي بيشاهدونا. والعيد يأتي هذا العام أيضا مختلف، العام السابق أيضا العيد كان مختلف جدا، كان فيه كثير جدا من الجراحات، ممكن الناس أطلقوا عليه لفظ أو هاشتاج عيد شهيد، فقدنا كثير جدا من الأرواح في فض اعتصام القيادة العامة. منذ ذلك الوقت حتى يومنا هذا كثير من المياه جرت تحت الجسر، وكثير من الأحداث على المستوى السوداني وأيضا على المستوى العالمي جعلت الظروف مختلفة وجعلت العيد في هذا العام أيضا مختلف. الفرحة إلى حد ما موجودة، لكن اللقاء المجتمعي، التراحم، وكثير من عاداتنا وتقاليدنا اضطررنا في هذا العام بسبب جائحة كورونا أنه نتنازل عنها. أيضا أداء العبادات في شكل جماعي، الأئمة والفقهاء أيضا تحدثوا عن أنه لا ضرورة لأداء هذه العبادات في دورها بالشكل الكبير الذي يسبب الاكتظاظ، لأن حفظ حياة الناس أهم من إقامة العبادات كما يقولون. يعني كثير من الأحاديث تحدث فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن أنه يعني حياة المؤمنين والمسلمين أهون عند الله من هدم الكعبة. يمكن شيوخنا أعرف مننا في هذا الموضوع والله أعلم. طبعا عموما نتحدث عن كل هذه المتغيرات وعن العيد بشكله المختلف وكيف نواكب وكيف يعني نستمتع أيضا بالقليل من هذه الفرحة مع واحدة من الضيفات العزيزات في قناة الشروق الفضائية، امرأة لها باع طويل جدا في العمل النسوي وأيضا في منظمات المجتمع المدني، تقلدت عدد من المناصب الإدارية في عدد من المؤسسات. يعني نتحدث معها يعني نتونس معها كده بالسوداني في هذا العيد على تعطينا بعض النصائح. النسوان دائما عندهم حكمة، يعني احنا مرات في الرجال ما بحب يعترفوا بالحكاية دي، لكن عندهم حكمة في إدارة كثير جدا من الأزمات. أنا أسعد أن تكون ضيفتي خبيرة منظمات المجتمع المدني الأستاذة سوسن حسن الشوي. مرحبا بك أستاذة سوسن، كل عام وأنت بخير. أهلا وسهلا يا أستاذ، مرحبا بك وأهلا بقناة الشروق، ومرحبا بكم وكل عام وأنت بخير، وكل عام والشعب السوداني كله بخير وكل الأمة الإسلامية وكل العالم. يعني رب الحق، نتمنى إنه العالم كله يكون بخير وكورونا يعني تختفي والناس تكون بصحة وبعافية وكذا، وبتمنى إنه العيد القادم يكون يعني فيه احتفال عديل. يعني زي ما قلت أنت، نحن السنة الفاتت كان العيد مر، يعني صراحة كان يعني كل الناس متألمين ألم شديد وحاسين بحسرة يعني فظيعة، وحقيقة ما كان في يعني إحساس بالعيد نتيجة للألم الطاقي، يعني لفقد الشهداء والمصابين وكل المسألة اللي كانت حاصلة. يعني السنة دي هو برضو كورونا، وبالإضافة لأنه لسه عن إحنا يعني المسائل تحت العدالة وكده ما أخذت مجراها، يعني رغم إنه في إجراءات متطلبات الثورة حتى يعني ماشية وكده، والناس بتأمل إنه يعني المسائل تمشي بشكل كويس، فالناس بتحاول يعني تحاول تعمل عيد. العيد يعني ربنا أمرنا إنه يعني بعد الصيام وبعد كده إنه الناس يعني يكون في شيء طبيعي إنه يكون في شيء من الفرحة، والناس يعني تحاول تكون سعيدة. ف
وده شيء طبيعي يعني. المهم نحن الحمد لله بنحمد ربنا انه لغايه حسي كويسين يعني. الحمد لله يعني يعني وبنقول لكل الناس المصابين حسي حاليا انه ربنا يشفيهم، وبنترحم برضه على الناس اللي يعني اللي استشهدوا برضه نتيجه للكورونا يعني، هي وباء وكده، وانا بفتكر انه برضه هم شهداء يعني برضو. ربنا يعني يرحم، ربنا يرحمهم وربنا يخفف، وان شاء الله يعني المساله دي تمشي بدون يعني مخاطر كبيرة على الشعب السوداني، ورغم انه الناس ما ملتزمة وما ملتزمة شديد او ما خايفين يعني. الحتة دي يعني احنا دي شجاعة مفرطة في مجتمعنا ولا الحكاية شنو يعني؟ يعني كثير من الناس ما ملتزمين، احنا خلينا نقول الكلام بصراحة كده. والله حاجة مؤلمة شديد ومؤسفة جدا يعني، رغم انه الثورة دي كانت ثورة وعي وثورة مفاهيم وكده، وبنفتكر انه يعني السودانيين كان يعني المفروض يكونوا يعني المساله دي يعينوا ليها بشكل كويس. في البدايه بدينا بانه كورونا ما في، وثاني بدينا بانه نحن والله عندنا حر، الكورونا دي جات في المناطق البارده وكده، ونحن ما حد جينا. العلماء قالوا مساله الجو السخن دي ما عندها يعني علاقه وكده، فبقت يعني المساله انتفت انه مساله حراره وكده ما في. السودانيين برضه مصرين يعني انه لا ما بتجينا وما بعرف شنو كده. المهم فدي يعني مساله يعني صعبه شديد، ونحن مفروض نلتزم براي العلماء وراي الاطباء وكده، والوزاره اعلنت وقالت والناس كلها تقريبا فهمت الحاصل. فالواحد بيأسف انه يعني لسه الناس مصره يعني. امبارح هنا في الميدان بتاع الجريف القريب ده كانت في صلاه ضخمه جدا جدا، وهي حاجة محزنة إنه ما يكون في صلاة عيد طبعا، وحاجة محزنة إنه ما يكون كان في يعني الصلوات تراويح أثناء رمضان وكده، يعني بيحتفل حاجة طبيعية يعني. لكن أيوة في ظروف يعني، ما أنت المحافظة على الصحة بتاعت البني آدم على روحك أنت وعلى غيرك حاجة مهمة جدا يعني. فكان مفروض الناس ياخدوا الموضوع دي بشكل يعني جاد جدا، لانه القصه دي بتهدد حياه الفرد وحياه المجتمع كله يعني. فغايته ربنا يعني يغطي عليهم ويسترهم وكذا، ربنا يسلمنا. استاذ سوسن، امتحان صعب بتمر به البشريه كده، خلينا نتكلم وش عن يعني العالم كله في الجائحه دي. ظروف الناس كلها اختلفت يعني في الاعياد، وده برضه ممكن يكون رد للناس. طبعا في ناس لحد هسه مشككين، انت قد لا تتخيل انه في زول لحد هسه بيقول لك والله ما في كورونا يعني في السودان، لكن العالم يعيش ظروف صعبه جدا هذه الايام. والله يعني ما كانت حاجه فوق التصور يعني، الواحد ما كان متصور انه يعني فيروس ولا كده ميكروب صغير جدا يعني يقدر يعمل يعني تغييرات في العالم بالشكل تغييرات الكبير. على المستوى السياسي والاقتصادي تغييرات شامله يعني، لاحظت انه يعني ايوه على مستوى سياسي اقتصادي اجتماعي ثقافي اي حاجه يعني، تغييرات شامله في الدنيا كلها يعني، حتى مستوى مناخي وكده. فدي يعني لاحظت انه يعني اي زول بيفتح نشرات اخبار يعني بيفتح يعني لينا من شهرين او ثلاثه شهور يعني، انت بتلقى في الاخبار حجم الاصابات، حجم الوفيات، حجم الحجر والحظر والعزل والكده، وانه كل الانشطه الاقتصاديه في العالم اغلقت، كل الانشطه السياسيه وكل حاجات كثيره جدا يعني وقفت وكده، وعندها تأثيرات ضخمة يعني. دول كاملة وحتى الدول الكبيرة جدا يعني اقتصاداتها بتأثرت، ولأنه تقريبا عجلة الحياة شبه توقفت. يمكن المستفيد الوحيد هو البيئة يعني، استفادت من يعني عدم انبعاث الغازات يعني نتيجة الحركة تحت العربات والطائرات والقطارات وكده، وانه يعني رجعت حيوانات كثيره، رجعت تعيش عاديه، وممكن قالوا ثقب الاوزون وكل البيئه يعني حصل تطور كثير جدا، البحار يعني. المهم في حياه البريه يعني كلها، الكون تنفس يعني تنفست الحيوان النتيجه للأنشطة بتاعتنا زمان اللي كانت مضرة بالبيئة يعني. ويمكن برضو تأثرت في طول الصيف والشتاء والأمطار وحجمها وتأخر الفصول وحاجات كثيرة جدا يعني، يمكن حتى البيئة حقتنا تأثرت تأثير كبير بالمسألة بتاعت الكورونا. والقصة بتاعت البشر وجودهم داخل المنازل وإنه ما في أنشطة اقتصادية وكده كثيرة، نفصلها ممكن لقدام يعني المسائل دي. خلينا مباشره طيب نجي للسودان ونجي للعيد.
لما تلعيدي يمكن اكثر حاجه الزول بيكون منتظر السنه كلها يعني. بالضبط. المغتربين بينتظروها، الناس اللي شغالين بعيدين من اسرهم بينتظروها، حتى الاسر نفسها الناس اللي قاعدين مع بعض في العيد بينتظروا لما تلعيد، لانه الناس كلهم بيكونوا موجودين يعني. فكده خلينا نتكلم عنها كقيمه مجتمعيه كده، طبعا ما دايرين نجرس الناس لانه السنه دي فقدناها، وبعد ذاك نجي نتكلم عن شكل التطور اللي حصل له يعني، او الطارئ الان اللي حصل له. أنا يعني لقيت إنه في ناس كتار التزموا زي ما في ناس ما التزموا بالحاجات، لكن عموما في مدن كثيرة جدا يعني الناس التزمت بالحظر والتزمت بإنه نحن اتفقنا إنه العيد بتاعنا هو عافيتنا، وعافيتنا بتجي بإنه يكون في تباعد، لأنه لو حاسة بإنه أنا كويسة أنا ممكن أكون حاملة مكروب لكن ما ظهر علي يعني، فلما أمشي لناس تانين ممكن أنقول لهم، ممكن التانين اللي بيجوني ديل هم بصحة جيدة وكذا لكن يكونوا يعني يكونوا بوزيتيف حاملين للفيروس، فبرضه ممكن يعني نقولوا لناس تانيين. فاتفقنا يعني بشكل عام انه يعني صحتنا في عافيتنا، وانه يعني نقعد في البيوت ما نتحرك ما كده، ونتصل بالتلفون. طبعا دي حاجه يعني زي ما قلت مؤلمه جدا يعني، انت اقرب الاقربين لك يعني في بيوت قريبه جدا، بيوت اهلك بيوت كده، انت ما تقدر تمشي لانه في ناس كبار، ويعني ممكن تخاف عليهم انه يعني مشيتك وكده تاثر عليهم وكده. فالناس دي نقطة مهمة يعني، لانه الحكاية برضه لها علاقة بالمناعة يعني. الناس الكبار اللي عندهم امراض مزمنة قد يكونوا معرضين للخطر اكثر من الشباب، فالناس ما تتحمس ساي انه ما بتجيني حاجة، انت ما بتجيك، لكن قد تفقد شخص عزيز يعني بسبب التهور ده يعني. بالضبط. يعني انا بسكن في مناطق قريبة جدا، عندي اهلي قريبين جدا يعني خالات عمات كده، لكن ما قدرنا نمشي لبعض كلنا، وكل واحد يعني قاعد في البيت وحاسب انه دي مسؤوليه، ومسؤوليه كبيره جدا، لانه المهم صحه الاخرين يعني، صحتك انت وصحه الناس الثانيين يعني. نوصف اكثر عندنا وفيات حتى يعني جيران وناس ممكن نساب واهل ربنا يرحمهم ان شاء الله، انا يعني بدعو اليوم في العيد انه كلهم ربنا يرحمهم الرحمه واسعه وربنا يصبر اهاليهم وكده، ما قدرنا نصلهم، وهم ذاتهم كانوا بيقولوا ما في زوليين يعني، لانه هم كانوا مخالطين لناس عيانين، فكان الافضل لهم انه برضه يكونوا في بيوتهم قاعدين، فهم ذاتهم كانوا ما عايزين الناس يجون. ايفن حتى الوبائيات طبعا يعني جات في البيوت دي وقالت لهم تقفلوا البيوت خالص، ما في زول يجيكم انتم ما تطلعوا. فيعني ده وعي يعني، لانه نحن في مصيبه في كارثه في كده، فلازم الناس يعني تضطر تغير حاجاتها وطرقها وكده يعني، لانه للحفاظ بس على الحياه بتاعت الناس، وان شاء الله الحياه ترجع عاديه والناس ترجع لتواصل. ويمكن ده اجمل حاجه في السودان هي نحن التواصل بتاعنا الحميم دي وكده، وانه كونه نفقد دي ما حاجه حلوه ولا سهله علينا طبعا، لكن اهو يعني مضطرين عشان انه الناس يعني يحافظوا على حياتهم وعلى حياه الاخرين، ونتمنى كلنا نعدي الفتره دي على خير، ويعني نرجع لتواصلنا الحميم ان شاء الله. غير اللمه برضه في طقوس اخرى مرتبطه بالعيد يعني، الصلاه في الساحات برضه، زياره المقابر، في كثير من الناس يعني بيزوروا الموتى في العيد يعني. الطقوس دي برضه السنه دي اختفت يعني، وغير من الطقوس ممكن تذكريها لينا يعني؟ والله حاجات كثيرة طبعا، العيد ده الناس يبدو من يعني بعد يعني نص رمضان يمشي طوال، الناس بيتذكروا بيفكروا يعني في البيوت، تبدا تهيئة البيت طبعا. يعني تبدا طبعا الناس بكون دار تغير حاجة، تغير ستاير، تغير شكل العفش في البيت حسب الحاجة المتاحة لك في الوقت ذاك، تعمل تجيب حاجة جديدة، فوط جديدة، تجيب زهريات، تجيب عفش جديد، كل زول حسب قدرته وحسب إمكانياته. الناس بيحاولوا يعني في الأعياد بيجددوا حياتهم وبيجددوا روحهم وبيجددوا حاجات كثيرة جدا وكده، وهو الناس اللي عندهم أطفال يجيبوا لهم ملابس جديدة ويعملوا الحاجات وكده. وبالنسبة لستات البيت يعني بتكون أنت داير أي حتة في بيتك دي تشوفها وتعرفها وترتب الدواليب وتعمل شنو وتشوف كل الحاجات يعني. بعدين في عدة في عدة بتطلع مع العيد على عيد ما بتطلع غير العيد. بالضبط كده، رمضان عنده عدة لازم شو يجيبوها يعني. يمكن كثير من النساء السودانيات بيقول لك عندهم فأل خير إنك في رمضان لازم تشتري حاجة جديدة، تجيبي مصافي، تجيبي يعني المهم يعني يكون عندك حاجة جديدة في رمضان، وكذلك في العيد يعني كبابي، صينية جديدة، حاجة المهم تعمل تشينج يعني، حاجة تقدم بها.
فده كله نوع من انواع التفاؤل والسعاده، وانه الحياه ماشيه، وانه نحن بنجدد وبنغير وكده وبنبتهج. وزي ما قلت لك ممكن بحاجات بسيطه تغير شكل العفش في البيت، تغير شنو، المهم بيكون في روح بتاع التغيير وبتاع السعاده وبتاع انك انت عايز تبدو يعني بافضل حاجه وباحسن كده. فالناس بيبدوا، وهو بعد ذاك تاني المسائل بتاعت الحلاوه والخبيز والحاجات والكده يعني، ويعني كل الحاجات اللي بتخليك انت مبسوط وضيفك لما يجيك يعني انت تستقبله باجمل حاجه ممكنه، وانت مبسوط وانت سعيد، وتقدم له يعني نوع العصير اللي بحبه، او تقدم له نوع حاجه حلوه بلح خبيث حاجه. فكل الحاجه دي كانت بتشغل الناس، وبيكون نهاية رمضان ده يعني في حركة دائبة جدا، كل زول بيفتش للحاجات اللي عايز يعمل بها شكل العيد بتاعه. المسألة دي طبعا اختفت بشكل كبير جدا، يعني الأسواق معظمها مقفل، الناس ذاتها من القعدة الطويلة في البيوت يعني التفكير ذاته في المسألة بيجي لهم ذاته صعب يعني مرهق. يعني الطريقة ذاته عشان تفكر تمرق وتمشي كانت يعني، ولغاية حسة طبعا الناس ما حاسين بالأمان وكده. فما احنا شخصيا في البيت ما حاولنا نعمل اي حاجه من الحاجات زي دي، واغنعنا نفسنا كلنا انه يعني السنه دي ايوه عافيه عيدنا في عافيتنا وفي صحتنا وكده. حاولت شويه كده بتاعت خبيز كده بسرعه كده من محل محلين كده، او حاجه في البيت الزول يعملها او كده يعني كتغيير كده لناس البيت وكده، لكن ما في سوق، ما في محلات، ما في كده، ما اي زول يفتش في دولابه اجد حاجه يلبسها مثلا يعني. المهم الناس يحاولوا يعملوا تشينج بالتغيير بالحاجات المتاحه يعني عندك وكده، واتمنى العافيه والسلامه للجميع يعني. للجميع ان شاء الله. خصوصا برضو العيد في يعني العيد ورمضان في جانب برضو شويه كده ايجابي ومشرق، بقت في تشاركيه في البيت. يعني احنا زمان كنا بنتكل الموضوع ده على امهاتنا، على اخواتنا، وعلى زوجات برضو في البيت يعني. لكن رمضان السنة دي كلنا اجتهدنا معاهم، بعدين تخيل ليه خبيزة السنة دي برضه شوية طعمه مختلف يعني، احتمال يكون سمي احتمال يكون كعب، لأنه كلنا دخلنا يدنا في الحكاية دي. فالقيمة بتاعت التشاركية دي برضه تخلي دي واحدة من الإيجابيات للجائحة دي يعني. والله عندها إيجابيات كثيرة جدا بمناسبة القفلة دي، نحن طبعا تعرفوا على بعض برضه. شديد، أنا أفتكر ناس البيت كلهم في أي بيت يتعرفوا على بعض بشكل كويس جدا. يمكن شكل الحياة في السودان سريعة جدا والجري وكذا، وكل زول يعني ماشي في اتجاه براو، ده بيطلع من الصباح، ده بيجي الساعة 3، وده بيجي 5، وده بيجي 8. بعدين يعني فكرة الخصوصية في الفترة الأخيرة بقت عندنا منتشرة شديد يعني، الناس الناس ممكن ما يتلاقوا مرات في بيوت كذا، في ناس ما بيتلاقوا يعني، في ناس ناموا في بحدين جو بعد ديل ناموا يعني وطلعوا صباحا أيوة. فمرات الناس حتى ما بتتلاقوا. لكن افتكر من يعني مصائب قوم عند قوم فوائده من الفوائد بتاعت الكورونا انه الناس يتعرفوا على بعض في البيوت وقعدوا. يمكن بالنسبه للشباب في شكل حياه كثيره جدا مختلفه هم دخلوا فيها وعرفوها، ما كانوا يعني هم يكونوا يعني عندهم علاقه بها. ايوه. وفي رمضان انا شخصيا اتبسطت جدا لانه يعني كل البيت كانوا يعني بيشتغلوا في المطبخ. فقسمناه، ده بيعمل صلاه الروب، ده بيعمل عصاير، ده بيعمل طلع في ناس عندهم خبره طبعا في حاجات كثيره. والله بعدين اكتسبوا خبرات رهيبه يعني. بالضبط يعني الشباب ديل هسه قالوا خلاص بعد ده يمشوا يعملوا محلات عملوا حاجات كثيره جدا يعني، كل زول اكتسب يعني خبرات في انه حاجه يجودها بيعملها. في ناس عم بيحبوا يعملوا الحلويات، في ناس بيحبوا يعملوا كل، المهم يعني كل زول مسك لي حاجه وجودها وكان بيحبها يعني ويعملها وكده. في ناس بيحبوا يعملوا الفطاير، يتعلموا بيجوا يعملوها وكده. فدي كلها كانت يعني تجارب جميله، وادتنا اثناء الفطور والكده انه حاجتي دي احلى، ولو والله ده عمل حاجه حلوه. فعملت يعني نوع من التغيير والتقارب بالنسبه لافراد الاسره، واضافت لهم مهارات جديده مختلفه برضو على يعني المستوى النفسي او على المستوى المجتمعي. يعني اعتقد انه اصبح في تقدير كبير جدا لستات البيوت يعني. نحن ما كنا بنشتغل بحاجه يعني، بنجي نلقى الاكل ده جاهز. يس. الخبيز ده في العيد بنلقاه برضو جاهز كده الى حد كبير، والفطور في رمضان وكده. لكن تخيل لي ده برضو جزء من يعني من رد الجميل كده لكل السيدات في البيوت، المعاملات يعني الموجودات في البيوت. اصبحنا عارفين هم قدر شنو بيتعبوا عشان الحاجه اللي بيجيبوها، لانه قد تكون ما عجبانا دي
يتفلسف فيها بعد ذاك يعني، هم تعبوا فيها قدر شنو، والمرة دي ساهمنا معاهم فيها يعني. عشان كذا أنا قبل لما سألتني قلت لي بتعرفي نفسك بشنو، قلت لك أنا بعرف نفسي بأنه أنا ست بيت سودانية عادية وأم زي أي أم في السودان وأي ست بيت، وبرضه ممكن أمثل أي امرأة عاملة يعني، المهم كل النساء العاملات اللي اشتغلوا في أي محلة يعني من القطاع العام للقطاع الخاص كويس، لكل النساء الشغالين في القطاع الغير رسمي يعني، إذا كانت واحدة بتبيع شاي ولا إذا كانت بتعمل أطعمة بتبيعها أو بتعمل أي مهارات يدوية أو حتى الفرد اللي بيشيل القمامة في الشارع، يعني دول كلهم ناس عاملين وكلهم بيعملوا أعمال جليلة جدا ونحن بنقدرها في إنه هي مفيدة للمجتمعات، دول كلهم ناس يعني مواطنين صالحين. فأنا قلت لك قبل إنه بكون بمثل النساء اللي بتبيع في السوق بتاع الرواكيب اللي بتعمل كده، وزي ما قلت يعني فهمنا حسي كتير يمكن الناس عرفوا يعني إنه كيف النساء دي اللي بتعبوا يعني في البيوت تعب قدر شنو. زمان الناس بيشوفوها يعني انت حسي عملت شنو يا هالحله دي كده يعني اليوم كله قاعده، انه الراجل بيحس بانه هو مهم جدا ومرق واشتغل وست البيت دي يعني كسلانه ونايمه النهار كله وما عملت حاجه، ده حتى هي لو نامت ساعه يعني، لكن طبعا بتكون نظفت او وقفت مع زول يساعدها في نظافه وعملت اكل وشافت الهدوم ورتبت البيت وعملت حاجات كثيره جدا ما محسوبه. فانا سعيده جدا انه زي ما قلت انت يعني انت وغيرك والجيل بتاعكم عرفتوا كويس جدا انه حجم المسؤوليات الكبيره جدا الملقاه على عاتق يعني ربات البيوت دي النساء في البيوت وكده، وانه بقوموا بمسؤوليات ضخمه جدا وكده، وانه الحمد لله كويس جاء الزمن الناس يعني يعرفوا ويقدروا يعني المساله دي. يعني انا احييك انت ك يعني واحده من النساء السودانيات، احيي كل النساء يعني في السودان في مختلف الاماكن، النساء دائما صانعات حب يعني. نحن خلونا ناخذ استراحه اولى في هذه الفتره المفتوحه مع لحن جميل جدا، نتابعه ونكمل. Mostly.
وصلك رطيب وعديل، وصلك رطيب وعديل، شعرك الليل جبينك يخجي للجن. النور عليك سديد، النور عليك سديد، يا معنى الجمال المال وجد له عديل، في ناس ولا حوريا. فقت اللي كانوا جبال، فقت اللي كانوا جبال، محداد في الجمال جائزة نوبل. عاجبني فيك تمثيل، عاجبني فيك تمثيل، لا بكم مرة ثانية مشاهدينا الكرام، التحايا والتقدير والود والاحترام أيضا للأستاذ القدير عبد الكريم الكاب اللي ربنا يديك دائما الصحة والعافية، ويعني بقدر ما قدمت من إبداع للشعب السوداني. نسعد أن نتواصل معك في هذه الفترة المفتوحة. ضيفتنا الأستاذة سوسن حسن الشوية، خبيرة منظمات المجتمع المدني، نتكلم عن كثير جدا من التغييرات الطارئة في هذا العيد، جزء منها إيجابي وجزء منها طبعا سلبي، لكن فرضته هذه الظروف وهذه الجائحة. أستاذ سوسن، البعض بيفتكر أنه دي فرصة أيضا كبيرة جدا للأسرة السودانية أنها تعيد ترتيب أولوياتها، مبادئها، أنه تكون في أسس جديدة. يعني احنا قبل شوية تكلمنا عن مثلا تقدير السيدات في البيوت على العمل الكبير اللي بيعملوه. شنو من الحاجات اللي ممكن نحن برضو تكون نقطة انطلاقة جديدة يعني لنا في كل بيوتنا وفي كل أسرنا السودانية؟ طيب شكرا. أنا بتمنى إنه يعني خلال الفترة الجاية ونتيجة للشيء اللي حصل يعني الفترة اللي فاتت دي خلال جائحة بتاعت كورونا، وجود الناس في البيت، ويعني كلهم بدوا يشاركوا في الأعمال المنزلية وكده، إنه ده نهج يبقى مستمر يعني ليه من هنا وليه قدام، إنه يعني الناس تبقى كلها تشارك في الهم بتاع الأسرة. يعني السيدة أمنا دي ولا أختنا ولا كده اللي كانت يعني مردومة فيها حاجات كثيرة جدا،
هي ذات عندها الحق يعني تشيل تلفونها، تتفرج، تعمل، تتعلم حاجة، تمشي تعمل حاجة تانية مختلفة، تخش في قراية، تخش في أونلاين كورس مثلا يعني الدراسة عبر الإنترنت يعني كده. فالناس يحاولوا مع بعض إنه المسؤوليات المنزلية اللي هي زمان في السودان أو لغاية حس يعني إنه دي مسؤولية الأم وبناتها البنات. يعني لو في ورغم إنه في أسر كثيرة طبعا ما كده يعني الناس بتشاركوا وبيعملوا الحاجات مع بعض وكده، لكن في الغالب الأعم في مدن وقرى السودان إنه المسؤوليات المنزلية دي حقت تخلي يعني كل الأعمال في البيت يعني صعب على الرجال يعني باعتبارنا شيء أنثوي مثلا يعني في حيات كثير ممكن يساهموا فيها. إذا ذاته تخيل فهم يعني ما كويس شديد لا يعني. لو يعني لو خلاص لو ما درنا زعل الناس ديل المنفعلين شديد بذكوريتهم ديل يعني في حاجات كثيرة أنت ممكن تساهم فيها يعني من غير ما أنك تقع في يعني ما لهم استغربين يعني. حتى زمان كانت هو زي ما قلت أنت يعني الراجل بيشتغل والنسوان قاعدين في البيوت كويس، فجت زي في تقسيم بتاع عمل انه انا بمرق برا يعني لكسب سبل العيش بجيب القروش وكده وبكون تعبانه اليوم كله وانت في البيت بتعملي حاجات الاكل والشراب وتشوفي الهدوم والقصه يعني تحت البيت كلها المسؤوليات على النقطه والنظافه كذا. خلينا نتكلم فيها باستفاضه كذا لكن عندنا محطه خارجيه نمشي لها ونجي نتفرغ للموضوع شويه لانه في كثير من المفاهيم المغلوطه يعني في الحته دي. محطتنا الاولى مع الزميل ناجي فاروق. ناجي معانا من مدرمان، حبابك يا ناجي، كل سنه وانت طيب. شكرا جزيلا الزميل احمد ناجي، مرحبا بكم ايها المشاهدون الكرام. يا ايها الوطن المعفر بالاناشيد التراتيل الوفاء، جئنا احتفاء حين غالبنا حنين الشوق في زمن الوفاء، اشواقنا ان نلتقيك بشاره كتبت رخاء، هي البشاره التي رسمت بمناسبه عيد الفطر المبارك على وجوه كل السودانيين في هذا العام. سعداء جدا ان نكون هنا في عاصمه الرياضه والثقافه والفن والإبداع أم دربان التي يكتنف بكل معاني الجمال والإلفة. نحن هنا أيها المشاهدون الكرام لنستطلع آراء الشارع حول هذه المناسبة السعيدة في ثاني أيام عيد الفطر المبارك في هذه الظروف الاستثنائية الصحية. كما تشاهدون هذه العاصمة التي كانت تعج في مثل هذه الأيام بمناسبة الفرح والمحبة والاحتفاء والتقدير والترابط والتكاتف، إلا أن هذا العام هذه الشوارع هي خالية بعض الشيء في هذه الساعات الأولى من صباح هذا اليوم. هذه الطرقات التي كانت تبدو مكتظة أيام عيد الفطر المبارك هي شبه خالية الآن إلا من قليل من المارة. حركة التجارة والبضاعة هنا في هذه المدينة، مدينة أم درمان هي الأخرى، كانت تشهد حراكا كبيرا، إلا أن معظم بعضا من المحلات التجارية قد أغلقت منافذها في وجه هذه الجائحة. إذن أيها المشاهدون الكرام، عيد مختلف لكن يبقى التواصل والترابط داخل البيوتات السودانية ومن خلال الأسر ومن خلال الترابط والتكاتف. سعداء جدا في هذه المحطة أن نلتقي بعدد من المواطنين. مرحب بك. بسم الله الرحمن الرحيم ومرحب بقناة الشروق. حسن نمير النظيف، المسرح القومي من رومان، ممثل ومخرج. مرحبا بك الأستاذ الكبير حسن. مرحبا وبهني الشعب السوداني عامة، أهمنا الشعب السوداني عامة بعيد الفطر المبارك. وزي ما قلت يا أستاذ رجع، عيد استثنائي للجائحة اللي مرت بالعالم كله، ونحن نرفع يدنا لربنا سبحانه وتعالى إنه الجائحة دي تنتهي في أقرب وقت، لأنه زي المواعيد دي كان الشوارع كان بتكون مليانة والناس متحركة والأطفال متحركة، لكن أصل الحركة قليلة جدا يعني حتى الحركة بتاعت السوق ويعني ده من يعني وأنا أقول يعني من مصلحة الناس إنه الناس تكون قاعدة في بيوتها. تقول أن تكون الناس قاعدة في بيوتها لأنه الإمكانيات هنا عندنا يعني ما كبيرة للدرجة دي. الناس يعني تقعد في بيوتها تحجر نفسها تعمل حسابها، ودي نصيحة مني لكل المواطنين ولكل الشعب السوداني إنهم يعني يعملوا حساب لرقبتهم ولأطفالهم، لأنه الوطن اللي قدام محتاجين نبني بعد الثورة العظيمة. وفرصة إنه أحيي شهداء ثورة 19 ديسمبر، شهداء ثورة 19 ديسمبر المجيدة، أخواننا عبد العظيم وكشة والفاتح عمر النمير ربنا يرحمهم بالجنة، و
نعم حسن، وأنت رجل فنان ونحن طبعا في مدينة الفن والثقافة والإبداع يعني، والناس في 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 بيوتها في عيد هذا العام يعني بتقول لهم شنو عشان نحن برضو ما نحرك دور الثقافة داخل بيوتنا، ممكن نعمل كثير من مناحي الإبداع داخل بيوتنا مش كده؟ نعم حقيقة يعني دي فرصة ذاته، في ناس يعني ما كان بيتلاقوا مع أسرهم، يعني الواحد يطلع شغل الصباح 6 صباحا يجي الساعة 2 صباحا ولا يجي الساعة 1 صباحا يخش ينوم، يعني دي فرصة انه الأسر ذاتها إذا عرفت بيناتها. والحاجة اللي أنا بقولها وبالذات يعني للأطفال وللشباب دي فرصة بتاعت إبداع، يعني احنا في المسرح هناك واحد مرات عشان يكتب مسرحية بتقفل، ولا يكتب نص ولا يكتب فيلم بكون بتقفل، يعني هسه دي قفلة جاتهم في محلهم، الإبداع بتاعهم انه يشتغلوا في بيوتهم بيناتهم بالذات الأطفال بالذات الإبداعات كويس. يعني اقول للابهات والامهات يعني اولادكم ساعدوهم واقفوا معهم وروهم الابداع، وروهم الابداع من خلال وجودكم في بيوتكم. نعم. وبرضه يا حسن يعني متماشيا مع كلامك شاهدنا في السوشيال ميديا الشباب يعني ما شاء الله من خلال الفيديوهات الكبيره قدروا يعبروا عن يعني بعض من مكنونات الابداع، هم بيعيشوا العيد داخل بيوتهم. صح حقيقه، لانه في الحقيقه انه كورونا جائحه كورونا دي حقيقه معاناه كويس، وزي ما بيقولوا المعاناه تولد الابداع، فالناس دي بقت مقفوله وما عندها حركه فقدرت تنتج وقدرت تشتغل، ده بدليل انه الشباب السوداني عنده عقل وعنده مفكر وعنده تفكير. يعني هسه لو معظم دول العالم معظم دول العالم يعني بتلقى فيها انه السودانيين ناجحين بنسبه 100%، سواء كان في طب سواء كان في فن ولا في غيره. يعني عندنا زميلنا النزير كان في المسرح القومي من درمان، هسه حاليا بخرج في بليوت، بخرج لاميتاب، بخرج لمنو، ما شاء الله يعني الابداع عندنا، ونتمنى انه من الدوله انها ترعى الابداع. طيب حسن اخيرا يعني بتقول شنو انت عبر الشروق لكل الاسر السودانيه المعيده داخل البيوت؟ الاسر السودانيه المعيده داخل البيوت، سالتكم بالله احفظوا اولادكم، احفظوا نفسكم، لانه الوطن محتاج لكم. وكورونا دي يا جماعه بجد ما لعب، انا بقول لكم بجد ما لعب، برانا شفنا ايطاليا دي ماتوا فيها كم نفر، وفرنسا ماتوا فيها كم نفر، ويعني حتى رئيس الوزراء البريطاني دقته كورونا كويس، البيت الامريكي برضه نفس الحكايه. وهسه حاليا احنا برضه عندنا برضه يعني في البيوت دخلت الناس مستهتره بالحاجه دي، انا اقول لهم ما تستهتروا يا جماعه، دمرت ودي جايه لفت العالم ده كله، اصل في ناس بتقول لك يا زول كورونا ما في، ما شفنا زول ماسكه كورونا. ف بالله حذرا لانفسكم. والحاجه الثانيه اوصيكم بها لكل المواطنين عليكم الله يا جماعه، الجيش الابيض احترموه، الدكاترة احترموهم، الجيش الأبيض احترموه. هسه احنا بنقعد جنب زينة المحلية هنا، يوم جايبين مشكلة مع دكتور مودينا الدكاترة هناك، يا جماعة الدكاترة ديل احترموهم، ده الجيش الأبيض اللي بحميكم وبحمي نفسكم. فيا جماعة الاحترام واحترام الدكاترة واجب، احترام الجيش الأبيض واجب يا جماعة. شكرا جزيلا حسن، احنا والله عبرك بنحييهم كل الذين يرتدون البزة البيضاء، هي يعني خلال قناة الشروق لكل جهودهم المقدرة. شكرا جزيلا حسن، ودي رسالة الفن طبعا. والله الفن رسالة. نعم الفن رسالة. الفن رسالة وحضارة. صحيح. كويس، ونحن أصحاب رسالة وأصحاب حضارة. شكرا جزيلا. وشكرا لقناة الشروق، ويعني ربنا يحفظكم ودائما أنتم سباغين وفي الموعد. شكرا جزيلا حسن، كثر خيرك. نحن ما زلنا نتواصل أيها المشاهدون الكرام على الهواء مباشرة، يعني مستنطقين بعضا من المواطنين في ظل هذه الأجواء الصحية التي تشهدها البلاد، وكذلك من خلال أيام عيد الفطر المبارك النسبة التي وصلت إلى 3820 حالة مؤكدة هنا بالسودان، إشارات يعني كبيرة من خلال ناقوس الخطر. مرحبا بك كثير معنا منو؟ معك آدم جبريل، آدم من ولاية جنوب دارفور. مرحب بك ومرحب بكل أهلنا في جنوب دارفور، وقول لهم عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير، ربنا يرفع الجائحة مننا، وربنا يلزم الناس الصبر في بيوتهم ويعلمهم اليقين. وبقول لأهلي في ولاية جنوب دارفور برضو لا بد من تلتزموا، والسودان عامة يكون ملتزمين بهذه الجائحة، لأن المرض ده خطير جدا. يعني احنا شفنا في الولايات المتحدة وفي ألمانيا وفي كل الدول الأوروبية، والله ما مرض سائل، يعني أي زول شافه الليلة ده يقول يا أخي ربنا ينجينا منه. يعني احنا كناس مسلمين والله هذا المرض لا نسمح لأي مسلم إنه يجو. وبرضه نوصي أخينا حسن سبقني بكل التعابير، لكن نقول لإخوتنا المرضى يحاولوا يتعاملوا مع الأطباء بكل السلوك الحميدة،
ونقول لهم كل عام وانتم بخير وشكرا لكم جزيلا. ادم يعني ادم خليني اسالك، العيد هذا العام يعني طبعا مختلف عن الاعوام السابقه، الناس ما صلت قعدت في بيوتها، وكذلك الاسر ما قالت بعضها ولا سالمت بعضها. والله يعني احنا طبعا زي ما قال العالم ده ما قصر ما شاء الله، يعني الانترنت موجود والوسائل والتليفونات كل الحاجات دي موجوده، يعني احنا ما بنقول انه زول يطلع عشان يجيب اضرار للمواطن، لكن نقول يا اخي بالتليفونات تستلم لاخوانك ولاهلك ولاسرتك ولعشيرتك، ونقول لهم اي زول يحترم نفسه يحترم الحاجه الثانيه. عندنا في الموعد يعني مهما كلف الامر الحاجات الصعبه بتجي، لكن ربنا بيرفعها منك وانت تكون تتحمل الصبر، ده ياتي بالخير في النهايه، ايامه بتتعدى ان شاء الله، ان شاء الله ايامه تتعدى. شكرا جزيلا. شكرا أنا أدم. نشكر جزيلا ونشكر قناه الشروق، ونقول لهم يا كل عام وانتم بخير، وانتم زي ما قال ما قصرتوا نهائي، واصلتوا في الحر وفي البارد ان شاء الله. شكرا جزيلا ادم، كثر خيرك. طبعا دي هي الاشواق وهي الامنيات في المحبه وفي التلاقي وفي الترابط بين الاسر السودانيه، يعني رغما عن هذه الجائحه الا ان الاشواق هي ما زالت ممتده من خلال التلاقي عبر الوسائل المختلفه. ونحن برضو ما زلنا هنا في مدينه الثقافه والرياضه ام درمان نتلاقى بعضا من المواطنين. مرحبا بك، كل سنه وانت طيب. وانت بألف خير وصحه وسلامه ان شاء الله رب العالمين، ربنا يديم الخير على البلد وعلى المواطنين وعلى المسلمين في جميع انحاء العالم ان شاء الله رب العالمين. معكم اخوكم عماد الدين عبد الله بابكر، عماد الدين عبد الله بابكر، ومن المنبر بتاع قناه الشروق الحقيقه انا بحيي الدكتور اكرم، رجل يعني بجد يستحق جائزه نوبل، يستحق جائزه نوبل للدور الكبير اللي قام به في اداره الجائحه دي، رغم الكلام بتاع المغرضين وغيرهم، ولكن انا بقول لهم من المنبر ضيا، انت رجل يقل مثلك في هذا الوطن، وانت رجل يجب ان نحافظ عليك لانك رجل المرحله الذي نامل كثيرا ان يتخطى بنا هذه الجائحه. نعم، التحيه له. نعم، نحييه له ولكل ولكل المرابطين في ثقر الطب هذا المجهود الكبير. بالضبط، الكلام ده ما بينسحب على الدكتور اكرم برا، ولكن بينسحب على كل الجيش الابيض الموجود. نعم. يعني انا موظف في هيئه التامين الصحي ولايه الخرطوم، وبدعو من المنبر ده انه الناس تحيي سنن الرسول صلى الله عليه وسلم كان وصى بها. نعم. وعملت في صدر الاسلام الاول. نعم. اللي هي صلوا في بيوتكم، الصلاه في رحالكم، دي ما حاجة جديدة جابها لنا مولانا مفرح، ولكن هي سنة يجب أن تحيا، وربنا ذاته يحب أن تؤتى زي ما أقول رخصه كما تؤتى عزائمه، فبالتالي الناس تحيي السنن بتاعت الرسول. يعني عندك رخصتين، الرخصة دي بتديك الأجر بتاع الصلاة بتاعت الجماعة، لأنه النية، يعني الشغلانية ما شوفوا نية ولا هي شو، وإنما الصلاة لله سبحانه وتعالى. فالصلاة في البيوت، الصلاة في البيوت عشان تمنع ضرر أكبر ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح. صحيح. ودي يعني زي ما بيقولوا هي من الدين. نعم. فبالتالي الصلاة كانت من الواجب على كل المسلمين أنه يصلي في بيوتهم، والصلاة تحت العزة ربنا إن شاء الله يتقبل الناس صلت في بيوتها. ويعني فانت بتحافظ على نفسك وبتحافظ على كل المجتمع من خلال التزامك بالكلام اللي بيقول لك ولي الامر، وهذا ولي الامر حاليا. نعم. كويس، فاحنا بنطيعه، هي طاعه لله سبحانه وتعالى وطاعه لولي الامر. نعم. بالمستوى الثاني. نعم طبعا، وكمان يعني زي ما المثل بيقول انه درهم وقايه خير من قنطار علاج. احنا ونحن مارين اليوم عبر يعني كاميرتنا في أم درمان هنا، شاهدنا انه التزام الاسر في بيوتها، شاهدنا برضو انه الشوارع فاضيه، ما زال الرهان قائم على وعي المجتمع السوداني، مش كده؟ اكيد المواطن السوداني واعي، ولكن يحتاج لبعض التثقيف. يعني لو كثفت الحملات التوعويه بصوره اوضح وصوره اكثر من كده بشويه، رغم الامكانيات الهزيله اللي ورثناها من النظام السابق، لكن بنطمع انه في تزيد التوعيه بالنسبة للمواطن، لأنه في ناس لسه بسيطين، في ناس لسه دارين يشوفوا الكورونا دي بعينه للأسف الشديد. يعني في واحد يقول لك والله يا أخي أنا ما شفت لي زول مات بالكورونا، أنت محتاج أنك أنت توعي الزول ده أنه ما شرط أنك تشوفه، فربنا سبحانه وتعالى عرفوه بالعقل. صحيح. هاي ما عرفوه بي 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 بالبصر ولا المباصر ولا المشافة. يعني حتى لما أراد أن يتجلى على سيدنا موسى اندك الجبل، ولم يعني ده نبي. فبالتالي في أشياء
احنا نؤمن بها، احنا نؤمن بها دون ان نراها. يعني الفيروس ده الا انت تشوفه بالميكروسكوب وبالاجهزه المعقده جدا. فلك زول ميت بكورونا عشان تقول والله في كورونا؟ يعني دي انا بشوفه للاسف الشديد جهل، جهل مركب من بعض الفئات. انا لا ادري، لا ادري ماذا يقصدون وماذا يرمون من وراء ذلك، ولكن انا اعتقد انه الجهل دي هو يعني بعدين في زممهم. اي انسان يقول كلام زي ده، انه يقول ما في كورونا، وانه يقول اكرم دي، ما دكتور اكرم، معلش دكتور اكرم، يعني سامحني اذا كان احنا تجاوزنا، هي هو يستحق هذه الدكتوره. دكتور اكرم اذا قال انه في كورونا فهي هي بالتاكيد في كورونا. هي باقيه طبعا باقيه، والاعداد اليوم وصلت الى يعني اعداد كبيره كبيره جدا. احنا بنقول انه الالتزام واجب والالتزام ضروري جدا. شكرا جزيلا، كثر خيرك، كل سنه وانت طيب ان شاء الله. وانتم بالف خير والصحه والسلامه، ودائما ودائما الشروق باذن الله تعالى سباقه بانها تجيب الاشياء وقت الحدث كما يقال، وربنا يوفقكم ان شاء الله يا رب العالمين. كثر خيرك ان شاء الله، موفق، كثر خيرك ان شاء الله. طبعا العيد الفطر المبارك ايها المشاهدون الكرام هذا العام في ظل هذه الجائحه والناس في بيوتها وقاعده في بيوتها، يعني بعض الناس كانوا بيقولوا انه العيد السنه دي مسيخ ما عنده طعم، يعني صحيح؟ الكلام ده صحيح ولا الناس تحافظ على روحها؟ والله الكلام ده هو مش صحيح، الكلام ده واقع، ده واقع، الناس لازم تعيش يعني ما في مفر منه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، انا عوض عبد الله ابراهيم من ابناء ولايه النيل الازرق الدموازين، طبعا من حي الامه الاسلاميه والامه السودانيه عامه بهذا العيد السعيد الذي اتى في ظرف استثنائي حقيقه، مش السودان، كل العالم والدول الاسلاميه شفنا العالم بيعاني من جائحه كورونا، ان شاء الله ربنا يرفع عنا هذا الوباء والغلاء ان شاء الله. واحنا بنحيي الامه السودانيه انه تتكاتف وتقيف في جائحة كورونا، لانه يا جماعه دي حاجه غير اراديه، ده ظرف كارثي غير ارادي، ما بجيبه انا ولا صنعته الصين ولا صنعته امريكا زي ما الناس اللي خدت الاوهام في رزا. الحاجه دي ما تزيد، واحنا لازم نقيف وقفه قويه زي ما بقول مثل، احنا ما غرونا ما بتغربنا، يعني احنا نزلنا نظام 30 من يورو، نظام كان بقدراته ما بتغربنا بمرض ده. نحن بنراهن على الشعب السوداني انه شعب عنده وعي، شعب ذات حضاره، ذات قيم، ذات ارث تاريخي، انه الحاجه دي لازم الناس تصمت في وجهها. وكمان بنطالب حكومه الفتره الانتقاليه انها يا جماعه تشوفوا حاجه الناس. صح المواطن التزم وقنب، لكن في ضغوط، في ضغوط عليه، انه شايف الظرف المعيشي يا جماعه ما بيسمح للزول، لانه في زول بيقول يا جماعه انا اموت بالجوع، تقتلني كورونا ولا اموت بالجوع. نحن بنوجه رسالة هامة لحكومة الفترة الانتقالية، الحكومة الجاب الشعب، الصناعة الشعب، حكومة كامل، يا جماعة تشوفوا حاجة المواطنين، تشوفوا حاجة الناس. صحيح. الناس ترجع تشوف الناس دار شنو، طيب. إرشاد، دعم مادي، دعم معنوي، دار شنو. وإحنا يا جماعة منهني العمة عامة وبالأخص أهلها في الأقاليم وفي الولايات، أنه حسنا إحنا شفنا في الجزيرة برضو بدل الانتشار المجتمعي ان شاء الله يا ريت. الجزيره والقطارف وسنار وعدد كبير من الولايات جدا شفنا في الجزيره وشفنا في القطارف. يا جماعه عوض بالحاجه دي، صح الولايات ما فيها امكانيات، لكن يا جماعه بقدر الفيه زي ما بقولوا بقدر الفيه الناس تعمل اللي عليها. طيب يا حسن، الناس العيد دي تواصلت بالهاتف، تواصلت بالهاتف وتواصلت بالرسائل في في في, في العيد جدا صح. يا في مثل بيقول المزايا في طي البلايا والمهن في طي المحن، ده مثلا عند الامام المهدي عليه السلام. يا جماعه احنا لازم نكتسب الحاجات اللي جابها لنا العصر دي، التكنولوجيا طبعا. الناس تعيد بالمكالمات، شفنا الناس يعني استغلت الحاجه دي، يعني دي من تستغلها في المحن دي، انت تعيد بالفيديو بالرساله بالتلفون، وشفنا الحاجه دي حصلت يعني، يعني دي واحده من مقدمات العصر دي يعني من سماته. انت لازم تاخذ بالحاجات دي، شفنا الناس ايدت بالرسائل بكلها. شكرا جزيلا يا حسن، تسلم. لا عوض عوض اسمع عوض. تسلم، شكرا. الله يخليك، الله يخليك، تسلم. المعايدين الله يمامين. شكرا جزيلا. اذا ايها المشاهدون الكرام، دي كانت بعضا من استطلاعاتنا هنا في هذه المدينة الرائعة جدا. لكن سريع جدا، انا قبل ما اختم المحطة دي يعني التقي بالمواطن. محمد الهادي عبود جودة، مرحبا بك محمد. مرحبا بك، مرحبا بك قناة الشروق، وقول لهم كل سنة وانتم طيبين والعيد يعني هو عيد
عيد فطر، ولكن مع جائحة كورونا مسخت لنا أي حاجة يعني. ونتمنى من ربنا سبحانه وتعالى أن يرفع البلاء عن السودان وعن الأمة الإسلامية وعن العالم كله هذه الجائحة، وربنا يسهل إن شاء الله. ان شاء الله كتر خيرك يا اخي، الله يكرمك. وانت ما شاء الله ملتزم بمساله الكاستم ده، وبتقول شنو رساله لكل الناس يا اخي؟ بقول لهم يعني ما تستهتروا بالمرض، يعني انت اعمل اللي عليك والباقي خليه على الله. يعني هاي اذا لقيت كمامه، اذا لقيت قطعه خدتها على خشمك على نخرتك، يعني تعمل حمايه لنفسك فقط بس. نعم. الله يديك العافية. شكرا جزيلا كتر خيرك محمد. اذا ايها المشاهدون الكرام، دي كانت هي محطتنا، وكانت هي يعني بعضا من الأشياء التي نحن نقلناها لكم هنا من خلال عيون الكاميرا، وكثير من المناحي هنا في هذه المدينة هي التي التزمت بكثير من إشراقاتها، وهذه هي معالم أم درمان المجيدة والمعروفة، وكذلك هذه هي محلاتها المختلفة ودورها المغلقة، كل من خلال الالتزام ومن خلال المجريات الصحية المعلنة هنا في البلاد. سعدنا بكم أيها المشاهدون الكرام. أنا أنتقل الآن مباشرة إلى الزملاء داخل الاستوديو لنكون في محطة أخرى من خلال ثاني أيام عيد الفطر المبارك. إليك أحمد. شكرا جزيلا ناجي فاروق، كتر خيرك. شكرا لكل الشباب الموجودين معك في هذه المحطة. طبعاً يعني قلقنا كده قبل لما لقينا شوية العربات متحركة، لكن كونه الحركة دي قدام البلدية وقدام ساعة البلدية في مدرمان، والمنطقة دي كان بيكون فيها اكتظاظ كبير جدا يعني في العادة، يعني واضح انه في جزء من الناس ما كانوا ملتزمين، لكن اعتقد انه برضو شوية افضل يعني. فنتمنى انه احنا يعني نقدر نلتزم بكل الاجراءات والتوجيهات اللي اصدرتها وزارة الصحة. طبعا تحيانا وتقديرنا للجيش الابيض، ودائما ما نقول إن المعلم والطبيب كليهما لا ينفعان إذا هما لم يكرما، فاصبر لدائك إن أهنت طبيبه، واصبر لجهلك إن جفوت معلمة. برضو أتمنى إنه الناس كمان يلتزموا بالتباعد المجتمعي، دي واحدة برضو من الوصايا الكبيرة جدا اللي ممكن تكون منجية. نحن ما زلنا في هذه الفترة المفتوحة، وما زالت معنا ضيفتنا الأستاذة سوسن حسن شوية، نتحدث معها عن العيد بشكله المختلف هذا العام، وكثير من المواضيع، وأيضا محطات قادمة عقب هذا الفاصل. خليكم معنا. مرحبا بكم مرة ثانية مشاهدينا الكرام، نعود لنتواصل معكم، والتحية لكل الذين انضموا لي وتابعونا فيما تبقى من هذه الحلقة في فترة مفتوحة لثاني أيام عيد الفطر المبارك. نتمنى أن يعود علينا العام القادم وكل شيء يكون أفضل وأحسن يعني، والسودان أيضا يكون بخير وحرية وسلام وعدالة. نتواصل أيضا مع ضيفتنا في هذه الحلقة الأستاذة سوسن حسن الشوية، خبيرة منظمات المجتمع المدني. يمكن قبل الفاصل أستاذ سوسن، وقبل ما نطلع المحطة الخارجية، كنا نتكلم عن شنو السلوكيات المفروض نحن يعني نتخلى عنها، يعني شنو المفروض تكون انطلاقة جديدة أيضا للأسر. وتكلمنا في نقطة قلت لك قدرنا نركز عليها شوية، حكاية إنه يا جماعة يا أخي شغل البيت ده ما كله نقوم نخليه للنسوان، يعني في حاجات نحن المفروض نساهم فيها يعني. فكده لينا جرعة بتاع التوعية كده نستوعب فيها برضو الناس شوية متشددين في الحكاية دي. اي طبعا عندنا حتى ذاته هو في يعني جزء من حاجات الفراشة السودانية وكذا، فكرة المجتمع الذكوري وكذا، انه قصة انه يعني الراجل ده يعني حياة النساء دي يعني حاجة زي يعني مش حياة النساء، شغل البيت شغل النسوان، زي كذا ده نسوان، ده كلام نسوان، ده بتاع نسوان، ده شنو كذا، حاجات زي دي بيقللوا منها، انه اي حاجة حقت نسوان دي حاجة كذا هناك خليها كذا. بحسي النساء ديل يعني يتعلموا، وبناتنا طبيبات ومهندسات ووزيرات خارجية وعاملات، وفي وكالة ناسا وفي أي محلة يعني بنات مشرفات
وقاضيات ورئيسة قضاء وكذا يعني. في المهم في كل المواقع وكذا النساء السودانيات يعني أثبتن كفاءة وجدارة وكذا. نعم. فنحن دايرين نغير الطريقة بتاعتنا والتعامل معهم والفهم والمسألة بتاعت بيت الحريم والنسوان والكذا يتغير. وأنا أفتكر إنه يعني آبائنا وأخواننا وكذا يعني يغيروا حاجاتهم يعني مع الاحترام الكامل، لأنه كل أفراد المجتمع كل زول عنده دوره وعنده حاجة.
قربت اختفى منه بصراحة. يعني أنا بحب يعني بحييك يا ولدي والله. شكرا جزيلا يا إحسان. كتر خيرك يا أخي. إن شاء الله قريب إن شاء الله قريب إن شاء الله قريب يا إحسان. إن شاء الله قريب يا إحسان تعيدي مع أهلك ومع ناسك ومع كل ال مع كل أهلك وأولادك إن شاء الله. عيد الأضحى المبارك يكون عيد جامع بإذن الله تعالى. ويعني نسأل الله أن يرفع هذا البلاء والوباء. دي كانت طبعا رسالة من المواطنة إحسان لكل الأسر السودانية. طبعا سعيدنا بكم أيها المشاهدون الكرام. ده النبض الآن، نبض المواطن ونبض الإحساس ونبض الشارع الحي هنا في هذه المنطقة التي تكتنف بالكثير من بشريات الفرح والمحبة. أعود إليك الزميل أحمد ناجي ولضيفتك الكريمة داخل الاستوديو، وتقبلوا تحايا كل الذين كانوا يودون المشاركة من خلال المداخلات المختلفة. كل سنة وأنتم طيبين، كل عام وأنتم بخير. شكرا جزيلا لك يا ناجي، كتر خيرك، كل سنة وأنت طيب. وشكرا برضو لكل الشباب الموجودين معك، يعني زملائنا اللي معك كانوا في هذه المحطة، كتر خيركم، ربنا يغطي عليكم إن شاء الله. احنا جدا طوال تعلقين، انت ضيفتنا يعني. شكرا يا ناجي، كل سنه وهو طيب وكذا. يعني دارين هو ذاته يعمل حسابه اثناء تعامله مع الجمهور. يعني في ناس نسى سلم عليهم وشنو، وبعدين برضو قريبين شديد. دي محاذير مهمة طبعا، محاذير مهمة هو يتذكرها وينتبه ليها وكذا. وبعدين برضو دايرين نقول لبعض المداخلات اللي وردت انه مسألة الكورونا دي المفروض القصة تكون شخصية. يعني الزول هو براه اللي بيحاول، يعني ما اللي يحاول يمنع نفسه. ما يعني الأستاذة يعني دي كانت بتقول السيدة دي عايزة مواصلات وعايزة تمشي، هي بالعكس هي مفروض هي تكون من جوا عايزه تقعد، عايزه تقعد في البيت ما عايزه تطلع. يعني لانه بعدين فكره امها، انت لو مشيتي يا اختي ومشيتي لقيتي امك دي، ما انت ممكن تكوني حامله مكروب تمشي تنقولي لا يعني. فانت مفروض تكوني حريصه انك انت ما تتحركي تمشي عليها عشان ما تسبب لها اذى وتجيبي لها مرض، لانه هي مره كبيره وبتتعب. فالمساله بتاعت الكورونا ما عشان الوزاره قالت ولا عشان قالوا لنا ما تمشي، عشان نحن عايزين نحافظ على صحيح. روحنا صحيح. وعلى الناس اللي حولنا. بعدين بالنسبه للخبيز والحاجات، اكيد في ناس كتار ما قدروا يعملوا الخبيز لانه ممكن المواد ما تكون متوفره او ما في وقت يعملوا او ما قدروا ذاتهم صايمين او كذا. لكن بنمشي حالنا يا جماعه في العيد، ما نحن قاعدين برانا في البيوت، ما في ضيوف، ما في كذا، ببلح رمضان ذاته بنعيد. يعني ما طالما نحن اتفقنا بانه العيد هو عافيتنا ودايرين نعيد عيد الضحيه ونحن كويسين وبصحه جيده، نحن نلتزم يا جماعه وننسى حاجات كثيره حلوه كنا بنعملها وما في لا طريقه لا في طريقه. وبعدين بالنسبه للناس البعيدين والقريبين والكذا، صح في ناس كتار انقطعوا من اهاليهم وكذا، لكن هي دي ظروف يعني اثرت على صحيح. العالم صحيح. كله نحن نلقاها بالقبول بتاع دايرين نحافظ عليه. الناس كلهم متاثرين منها يعني. صح على صحتنا. يعني انا اكثر حاجه عجبتني في الفقره اللي فاتت دي وفي الحلقه دي يعني كلها لحد هسه، يعني فعلا زي ما الغطغطه الدسديس انتهى يعني. فدي حاجه كويسه انه نحن والله بقينا في الاعلام السوداني بنقدر ننقل الصوره الايجابيه والصوره السلبيه عشان الناس يعرفوا الصح ويعرفوا الغلط. احنا لسه حنتواصل في هذه الفتره المفتوحه، لكن خلونا نمشي، عصمت بكر حيغني لنا ونرجع تاني. We'll be right back.
تشيل مشاعرنا تقصر للخطى المشوار نجيكم نحن مشتاقين فراشات تسأل النوار وخطرة قلب عند اللغيا We'll be right back.
شلنا 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 الريدة يا أحباب يا باس يا شلنا خدار شلنا 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 الريدة يا أحباب يا باس يا شلنا خدار املنا وانتو اهلنا في غربتنا انتو الدار انتو املنا وانتو اهلنا في غربتنا شلنا الريدة يا أحباب يا باس أيامنا شلنا خدار انتو أملنا الزمن لو جاء. شكرا جزيلا زملاء في الكنترول، كتر خيركم، وتحية للمطرب الشاعر عصام بكري، شكرا لك برضو يعني لإسهاماتك لمكتبة قناة الشروق الفضائية. نتواصل معك أستاذة سوسن حسن الشوية ونحن في خواتيم هذه الفترة المفتوحة. خلينا نبتدر الحديث عن ثورة التكنولوجيا والأعياد، كان لها مساهمة كبيرة جدا في الأعياد السابقات. العيد عندها نصيب الأسد يعني، لأنه كلنا ما تواصلنا مع أهلنا إلا عن طريق هذه الوسائط يعني للناس اللي توفرت اليوم. دي بنشكر منه في التكنولوجيا دي يعني ثورة التكنولوجيا أيوة البشرية يعني من أعظم الثورات يعني ثورة التكنولوجيا دي في القرن الأخير، وعملت تغييرات كثيرة في العالم مش كده يعني، في حاجات كثيرة اتغيرت وفي حاجات حسي بعد كورونا وبعد الناس حاولوا حاجات مختلفة حتتغير يعني للأبد يعني برضو، لأنه في ناس كتار حسي في العالم جربوا العمل من منازلهم ولقوا انه ممكن يؤدوا يعني العمل بشكل جيد جدا. فانا افتكر انه في شركات كثيره حتقفل مكاتبها، يمكن يعني يمكن ما نحن يمكن حس شويه نحن حتقلل مننا شويه، لكن في دول في العالم انه بدوا مثلا الناس في نيويورك انه مدينه زحمه شديد وغاليه جدا وكده حاجاتها كلها صعبه شديد، فزي ديل اكيد حيغيروا في جزء كبير من الاستاف حيشتغلوا من بيوتهم، العمل كله حيكون اونلاين، فالعمل حيكون اونلاين يعني عن طريق التقنيه كلهم كويس. نحن بالنسبه لنا بتخيل انه بيقل شويه يعني، وفي حاجات كثيره بدات تمشي اونلاين، التسويق الالكتروني بقى ماشي كثير جدا، انت في البيت بتشتري حاجاتك وبتعمل، حتى نحن هنا في السودان السيدات بيشتروا الثياب والحاجات المناسبه عن طريق الانترنت، بيورونه وشوفونه كده ده وبيتفقوا، بعد ذاك بيجيب لك في البيت بتشوفه، لقيته ياهو ذاته دايره يعني نفس الشكل وكده. وعندها مع يعني الوضع في الاعتبار انه برضه كثير من الشائعات الايام دي برضه بتكون حايمه في الوسائط، لكن ده موضوع طبعا الشائعات يا جماعه اذتنا اذى شديد جدا يعني، يعني بالضبط في كورونا يعني.
يعني كانت صعبة شديد، غير الشائعات انه كانت في جهات بتبث في معلومات خاطئة، في استهداف كان، وكان في استهداف مثلا لوزارة الصحة ولوزير الصحة ولبعض الوزراء وكذا، وكان عندها أثر ضار جدا. انا والله حزينة جدا، لانه بفتكر انه يعني العمل السياسي ده يعني المفروض يكون عنده حدود، يعني المفروض يكون في قدر من الأخلاق يعني والإنسانية. يعني ما ممكن أنا لأنه عندي يعني رأي سياسي وعايز أفرضه وعايز أمشيه أستغل أي أنا حاجة في الدنيا، أستغل يعني أي حاجة وأعمل ضد يعني حياة الشعب السوداني. لكن أنا المجموعات دي بالنسبة لي ما مستغربة، ما إذا أنت قاعد 30 سنة يعني بتأذي في الشعب السوداني ده، فإنت ما حتغير طريقتك. لكن والله حاجة محزنة ومؤسفة. هل نراهن على الوعي المجتمعي في والله في يعني طبعا، لكن والله في ناس ما المسائل ما يعني ما بيفهموها. يعني انت لما تيجي تلقى زول كده مالي مركز وقاعد بيتكلم ويجيب لك فيديو ولا يجيب لك اوديو ولا كده، هو مش بيجيب لك فيديو، هو بيجيب لك جزء من فيديو كله، بيجيب لك الماده كلها انت لا لا بيجيب لك فيديو فيه يعني كلام كله غلط يعني، او كاتب صحفي كبير في صحفيه كبيره في صحيفه كبيره يكتب لك مقال حدادي مدادي انه الكلام ده كله يعني كلام فارغ يعني ما صح، ما في حاجه اسمها كورونا، كورونا هنا ما بتجينا، وده استغلال يعني سياسي وكلام زي ده. وعندنا نموذج كان يعني إيطاليا عانت من الموضوع ده سياسيا. يعني أنا كنت حزينة جدا لما الناس دي كانوا يعني الوزارة بتفرض في المسألة بتاعت الحظر ودايرة تقنع الناس، لأنه ما سهل يا جماعة. في ناس بيوتهم دكانهم ما بيرجع بيته مش كده، في زول بيته في السوق ده ما قاعد يمشي صحيح، فأنت عشان تقنعه ويقفل ويمشي ما حاجة سهلة، في زول بيته ما مهيأ ذاته عشان يقعد فيه صحيح. في حاجات كثيرة مشاكل، لكن أنت لما تتكلم معاهم لمصلحتك لصحتك لصحة أولادك لصحة أهلك أرجع، أنت عايز تبذل يعني مجهود كبير عشان تقنعه. لما نيجي زول تاني بالعكس يقوم يقول لي يا أخي ما في كورونا وده كلام فارغ ساكت وده حق ناس جوا الناس برا، يعني المسألة دي كانت أنا أفتكر دي واحدة من الآثار السيئة جدا للتكنولوجيا، إنه عملت يعني عملت تغبيش للوعي وتكهيل للناس. أتمنى إنه يعني نسبة الوعي تزيد وترجع يعني أكثر مما كانت، أنا دائما بكون مفعل والله. أنا أفتكر حسي الوضع أنا حزينة لأنه حسي تقريبا الوفيات حصلت أي زول يعني انت عندك قريبك اسرتك في مدينه في غريه جارك في الحله اي زميلك كده، يعني اي زول جات الوفيات دي في روحه في اي عائله حسي في ناس ماتوا كويس، في ناس مصابين لا. في ناس ممكن يعني المهم حالتهم ما كعبه يعني مصابين لكن ممكن شو، لكن انا بتمنى بعد ده انه الشعب السوداني ياخذ الموضوع ده بطريقه جاده جدا جدا يا جماعه. نحن زي ما قالوا حسي كل المتحدثين انه دايرين نحصل عيد الضحيه، انه نحن واهلنا اللي بنحبهم كلهم. دي اهم رساله احنا ممكن نختم بها هذه الحلقه. انا شاكر لك جدا يعني على مدى ساعتين كنت ضيفه عزيزه في هذه المساحه، شكرا جزيلا لحضورك ولكل ما افدتنا به من معلومات وافكار. كثر خيرك استاذ. شكرا لقناه الشروق وشكرا لك استاذ احمد وشكرا لكل الطاقم العامل. يعني كانت انا بتخوف من الاعلام ما بحب اجي، لكن كانت فكره كويسه وكذا، واتمنى انه الكلام بتاعنا ده او كذا يعني وكان يكون مفيد للمشاهدين مفيد للناس يعني وكان خفيف عليهم يعني. شكرا لك كثر خيرك. شكرا جزيلا. شكرا لكل المشاهدين الكرام الذين تابعوني في هذه المساحه. بعد يعني كتبت قبل شويه في الفيس قلت لهم 6 شهور انا ما يا دا بس ظهرت كده، في حياة كثيرة كده تدور على خلد الواحد لكن دي كلها تبقى انتصارات شخصية. عموما رسالة الأخيرة إنه الشباب السوداني الذي اقتلع هذا النظام وثار وترس الشوارع يستطيع أن يسهم في هذه الفترة ويستطيع أن يسهم في بناء السودان، فقط أعطوهم بعض الثقة وشجعوا أفكارهم. قسما بصرخة الشهيد تستخف بالردى تؤجج الضرام، سنسرب الظلماء من عيوننا مشاعلا تبدد الظلام، نبنيك يا سودان بالعطاء بالإخاء بالفنون بالسلام، عيوننا قلوبنا أرواحنا سلام، عاش السلام. إلى اللقاء. توسد وسيره بين طيات حريره، حييته جلست في سحره انغمست في حسنه اختلست، التماسي أحذر التماسي.
صاروخ ولا مالك صار يا حبيبي لونك فاتر زي عيونك قال لي عندي حمى بيا صداع ألمى زي عيونك قال لي عندي حمى بيا صداع